ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. كما العادة خرجنا الشارع المغربي، كل إعادة فيها إفادة باش غنسولهم كي جاتهم التشكيلة ديال المنتخب الوطني المغربي. إلا بغيتو تعرفوا كيفاش جاتهم التشكيلة أجيو معايا. شفتي التشكيلة ديال المنتخب الوطني اللي غتمشي لكأس العالم؟ شنا لهم وتمنى لهم مسيرة موفقة. كي جاتك بعد التشكيلة؟ وهو مدرب ولكن يتحمل المسؤولية راسو، كنهضر على نطاق رياضي ماشي تحيز كالجمهور، كرياضي هو اللي كيعزلهم هو اللي مسؤول عليهم، تكون النتيجة ما تكونش النتيجة هو المدرب. يعني هو اللي كيتحمل المسؤولية. راه جميع المدربين ديال العالم كله واخا يكون كاين المفاجآت ولكن ما نقدرش نقول لك في هاد لاكوب ديما. في نظرك شكون كان خاصو يكون في هاد التشكيلة وما كاينش؟ ما نقدرش نقول لك، هو اللي كيتحمل المسؤولية. المدرب. أي مدرب كيجي كيدير المسؤولية لراسو، ما يمكنش أنا الجمهور ولكن نخلصو أنايا ونجي ندخلي في الشخصية ديالو. أنا محب، أنا متفرج كرياضي. كنا اللي كنا طالبين من الجامعة وطوفر، كنا طالبين مدرب مغربي هو كاين، وطلبنا الدراري يكونوا مخلطين وما كاينين ولاد البلاد بحال تيكناوتي بحال الدراري كاملين، وكنا طالبين حكيم زياج، وطلبنا حمد الله، وطلبنا سميتو راه كاينين دابا الدراري كنا كنطالبين منه كانوا غايبين على المنتخب راه حضروا. وشكون اللي كان خاصو يكون في المنتخب في نظرك وما كاينش دابا؟ واحد الا جيتي الى هذيك الدراري كثر بزاف في المغرب فهمتي، فيما مشيتي كاين دراري بزاف في الانجليز، في الصبليون، في البرتغال، في هولندا، في بلجيكا، في فرنسا، في دول يعني الخليج. التشكيله مقتنع بها؟ مقتنع بها. التشكيله كانت مزيانه الحمد لله، غنقدروا نديروا شي حاجه في المونديال. وشكون في النظر ديالك كان خصو يكون وما كانش في هذه التشكيله؟ اللي ما كانش خصو يكون بالنسبه لي هو اللاعب نصيري، خصو يكون، انا قلت خصو يكون في بلاصه كان غيكون رحيمي. رحيمي رحيمي يكون بلاصه نصيري. علاش زعما؟ حيت رحيمي كيبان لي لاعب مزيان، كيقدم مباريات مزيانه في الدوري ديالو، ونصيري انا ما كيبانش ليا كيفاش خصو يكون في داك البوست، يكون رحيمي غيكون اي لاعب احسن منه. هذا الراي ديالك. التشكيله مزيانه، يتاهلوا للدور الثاني مزيان، بان التشكيله مزيانه. وشكون اللي كان خاصو يكون في هذه التشكيله وما كاينش؟ الرحيم. الرحيمي. في بلاصه من ديو الرحيمي ديو في النظر ديالك انت؟ نحيدوا النصيري ولا نحيدوا النصيري ونديو الرحيمي؟ ديو الرحيم. وعلاش نحيدوا النصيري ونديو الرحيمي؟ الرحيمي كيلعب. الرحيمي كيلعب احسن من النصيري في كل التواضع. وليد الركراكي تيهضر مزيان، زعما التشكيله غادي بها مزيان، خصهم يديروا شي نتيجه مزيانه. وشنو هو اللي عجبك في هذه التشكيله؟ يدخلوا اللعابه ديال البطوله، كنأكد عليهم يدخلوا السي وليد الركراكي يدخلنا اللعابه ديال البطوله باش يعطيو شحنه، يعطيو واحد الاضافه، يعطيو واحد الاضافه زوينه، ماشي كلشي محترف محترف. وشكون اللاعب اللي كان خاصو يكون في المنتخب وما كاينش في التشكيله؟ هو كيقولوا الرحيمي ما كاينش، خاصو يكون، خاصو السي وليد الركراكي الله يجازيه بخير من هذا المنبر يعيط عليه، حيت هذاك مهم في المنتخب. خصو يعيط على الرحيمي. يعيط على الرحيمي وغادير ان شاء الله شي حاجه، والفريق الوطني غادير شي حاجه ان شاء الله، كنتفائلوا حنا الفريق الوطني ديالنا. يقدر يتأهل للدور الثاني. خصهم يكونوا اسود الاطلس، اسم على موسم.